هلا نحن وياكم رح نروح لشو في جديد. جاهز صار مروان صار يضم جاهز لنا من مروان. بيت الزراعة نعم. ويخبرنا عن السلة اليومية والمونة اللبنانية. العوافي مروان. خير. العوافي، يسعد لي صباحكم. وصباحك تفضل. في اشخاص بدهم يقولوا لكم بونجور قبل ما نبلش. بونجور ناتالي، بونجور عبدو. بونجور. اذا تحبوا تقولوا بونجور لعبدو وناتالي هن موجودين. هلا بنبلش باول سلة. معنا شعر اليوم من استاذ ميلاد. اشتقت له. وفي محضر لك شعر كثير حلو، بنبلش بالشعر وبنكمل يلا. اها. يلا. هيدا معلم ميلاد حبيب قلبي. هيدا الشعر خصوصي لحضرتك استاذ عبدو. اوه. بدي اقول لك اياه هلا، تفضل. يعني بنصبح جميع المشاهدين وبنقول صبحية مع الحلوين بينزد لك بالعمر سنين. بأيامك بتكون مبسوط وشرايينك مرتاحين. اوعى تزعل خاطرهم بفرحة ضلك ناطرهم. كلمة الحلوة شاطرهم أيامك بتعيش سنين. حلو. ويعطيكم ألف عافية. في عنا يعني تشكيلي غير شكل اليوم. وفي عنا برجين شموتي باب أول شغل أنتلياس. هو انفقدوا. زلقة ما بقى فيه. هيدا بلدي ديمون بلدي. هيدي فيتامين سي ما في منه. دواء للشو اسمه. هيدا للجريبات لكل شيء للشتي. هيدا كله ولا أحسن من هيك. ليه كيماوي ليه شيء لشياني على الطبيعة. حلو. بياخد الواحد منهم وبينبسط. هاو الليمونات معلم ميلاد بقطفهم بإيديك اليوم الصبح بجيب لنا اياهم. ومن يوم طالع دوين في منهم. هلا صار على طول هلا ماشي الحال. وفي في هلا حنبليس. هيدا يعني صنف قديم كل جدودنا ما كانوا ياخذوا الا منه. هيدا دواء للجسم. هيدا ولا احسن من هيك. هاي لازم تتعلق من عمل ليكير. هيدا اهم او افخم ليكير بالدنيا. هلا معلم ميلاد اعطينا فكره انه يزينوا فيهم بالعراس لانه شكلهم كثير حلو. بينقع مع سبيرتو بينعصر بينعمل ليكير ولا اكب على العيد. اليوم بدك تساعدني بالسله. وانا كلنا على حسابك. اول سله ثلاث خسات قد ايه؟ 10000. يلا 10 10 على الماشي. ورح نعمل سله جديده اليوم. سله الهندبه اللي فيها حامض وبصل وربطه هندبه كبيره. حامض وبصل. وهيدي سلة خس الفرنج الخضراء مع بندورة وبصل. لولو مع توابعها. لولو فاردي. هيدي لولو روسا. لولو روسا. مع بندورة وخيار وبصل. بحب اقول انه معلم ميلاد عن جد من المزارعين القوايا يلي السنة جبنا كثير اشياء من عنده، كان التين وان كان من كل شيء. اهدافنا مش طمع لا مادي ولا شيء ولا شيء. يعني نحن بنحب التراب بنحب الارض. هيدي اهدافنا وهيدي طبيعتنا. نضل مشجعين الزراعه من هيك. يعني حبنا استاذ مروان وحبيناه. الله يخليك. صرنا دويم على اتصال معه وعم نجيب له احسن فواكه. انا اخبر انه في عنا فريكي. وهيدي الفريكي احسن فريكي. نوعيه كثير مهمه. هاي كلها شيء صحي. والحمص البلدي. والحمص كمان. بلشنا نعمل حبوب، ننزل حبوب بيت الزراعه، بس اكيد الحبوب هي 100% بلديه، فمشان هيك عم بيكون عندنا هالاصناف. الزعتر الخلطه تبعولنا. وكمان زعتر بلدي كويس. واكيد عندنا العدس حبه صغيره بس هيدا البلدي، يعني انجا بنحطه على النار بيهلوط بيصير دغري بيستوي. بنوفر غاز اذا استعملنا. هذا مضبوط. هذا القديم دغري بيستوي طيب. اليوم عنا الحامض الكيلو ونص بالسلة بعشرة. كمان أكيد. حلو كتير. الكليمونتين 2 كيلو بعشرة. وبلا بزر وأحسن كليمونتين. الخيار قد ايه بدك نعمل كيلو؟ وهيدا الخيار يلا قد ما بده. يلا 2 كيلو بعشرة. تكرى معي. 2 بعشرة أوكازيونات. خلوك. الباذنجان المدعبل مع بقلي وخيار وبصل. خليكون الزباين مبسوطة ويعني وبضاعة نوعية طيبة. كمان سلة الكيل كمان مزروعة بأنطلياس فيها بصل وبندورة وخيار. وهيدا الكيل مهم. وسلة بندورة بيجي فيها كيلو. هالسلة نوعية كمان بندورة نوعية كثير منيحة. اليوم السلة يلا. فيها كيلو وهالسلة غير شكل.
ايوه هاي سلة الحشيش. هيدي دواء، هيدي كل شيء. هلا نعناع عيد بس من عنده. وكل شيء وسلطة نعناع وفجل وبقلي وركا وبقدونس وخيار. لا وحامض وبصل. حامض وبصل ومصروف الصحة والهنا للجميع. كمان سلة ملفوف، ملفوف مع بندورة وحامض وفجل. كمان هالسلة جديدة بلشنا فيها. هالأصناف كلها أكيد أصناف الخضرة يلي بمدونا فيها المزارعين، وهالمزارعين مثل أفضال معلم ميلاد يلي عطول واقفين حدنا. وكمان بدي أقول على زيت شغل منطقة عين إبل يلي جربوا وعرف شو هالنوعية الغير شكل. وأكيد عنا زيت بالتنكي بيقدروا ياخدوها، كمان أصناف رائعة مفحوصة نوعية جيدة جدا. الزيتون دقته من عنا أكيد، وهيدا طيب كتير. الزيتون ما له زمان مكبوس، كمان نوعية جيدة جدا. وهون بدي أذكر على الكعك يلي فوتنا صنف كعك نوعية أرمنية سبيسياليتي أرمنيان، يلي هو الكعك المالح والكعك الحلو. وعنا نوع الكتا، هلأ ما عندي هون بس أكيد على الواجهة فيه. وعنا كمان البرازق شغل لبنان يلي طعمته جدا جدا طيبة. أكيد عنا الخرمة، الخرمة الكيلو كمان بـ10، كمان نوعية كتير منيحة. الأفوكا موجود عنا، كل الأصناف فينا ناخدها بالكيلو أو بالسلة مثل ما بيريد الأشخاص بنقوها. ما حكينا على الليمون. الليمون أهم شيء، جيت كرماله أنت. شرحنا. أنت قطفتهم؟ هادي قطفناهم امبارح عشية. قد إيه أعمارهم هول الأشجار يلي عم تقطف منهم؟ شجر قديم قديم قديم، كل شجرة كعبة هيك. رح نعمل رح نطلع شي مرة بأجندا منجدين أنتو دغري لمعلم بليل، لأنه قريب كثير علينا. هونيك غير شكل بتشوف الرزق. قد إيه بدك نعمل اليوم الكيلو؟ يا اخي يعملوا ب10000 الكيلو. رح نعمل 2 كيلو ب10000. يا عمي خرب بيتي. كلفك اياها لك. هاو 2 كيلو شموت اليوم 10000. منيحة منيحة هيك بيكونوا. لكو اهلا بالجميع بكل محبة. الله يخليك. هالاصناف كلها موجودة عندنا. الله يديمك معلم جديد، الله يديمك. هالاصناف كلها موجودة عندنا، اكيد مونة بيت الزراعة عم يجيبها دغري من البيوت، عم بيحضروا لنا اياهم ستات ببيوتهم، اكيد اكثريتهم مفحوصة لحتى نطمن بالنا تجاه النوعية اللي عم ينعملوا. كل الأصناف إن كان من رب البندورة أو رب الحر أو البينات بطر أو الزيتون أو كل هالأصناف يلي عنا إياها أكيد معمولة بس بالبيوت. ما عنا أصناف منجيبها من معامل ولا من خارج لبنان. أصنافنا 100% لبنانية، تنشجع أكيد اليد العاملة اللبنانية والعيلة اللبنانية يعملوا هالأصناف، ونكون عم نكتر ونكتر المونة. حتى في أصناف مثل دبس العنب يلي كتير في انفقد بالسوق، دبس العنب ما بقى كتير في عنجو قليل، بس هلأ ما رح نأمن. وفي هلأ صار في عنا دبس العنب شغل منطقة عيط الفخار، وأكيد كل هالأصناف موجودة معمولة من قلب رب فريق بيت في الزراعة. في خل تفاح ما في منه باب أول عسل، بتذوقه على حسابنا، بتذوقه بتذوقه على نوعيته نكهته، ما بدك يكون النكهة الأساسية المضبوطة. أو شغلك صح. أنت شغلي أنا، في عنا 500 كيلو ما نبيعهم. جيبوا موجودين. معلم ميلاد بيعمل خليته بمنطقة مجد المعوش. مجد المعوش. بدنا نقولكم يعطيكم ألف عافية ناتالي وعبدو، ميرسي كتير قدنا من وقتكم. ميرسي مروان. ويعطيكم ألف عافية ونهار مبارك. ميرسي لك لمعلم ميلاد ويوم مبارك كمان لكم. الأستاذ مروان غير شكل، ويضلوا يشجعوا ويضلوا يساعدوا بالطريقة بالإمكانيات. شكرا لكم، يعطيكم العافية. إلى فقرتنا التالية سراج النور.